صح شربتكم وأسعد الله سهرتكم الرمضانية هذه. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة أو المغامرة الجديدة من الكاميرا الخفية. اليوم وباقتراب العيد الكاميرا الخفية تحط رحالها عند الحلاق، حلق الرجال طبعا، قد الجوع يدي والحرفاء بزايد. انتبهوا مليح، العملية منظمة مسبقا، في هذه اللحظة بالذات باش يخرجوا الرجال الكل، يدخلوا نساء وحانوت الحجام باش تولي حانوت حجامة. شكون كمال؟ معاش يخدموني كمال. حسرة. هيسي. يا دي شنية تم؟ يا ربي ادخل كمالك شعرك. يا وسط نسيت الجملة هالشخية هذي. أنت دخلت يا احنا دخلناك. دخلت في بير اسمه كمال. يا ربي ادخل كمالك شعرك. شنو باش تكمل لي؟ شعرك. سني عني بيه يا شوخي. اسمها في راسك. شنية اسمك؟ سيح لي الشارد شنو الحكايه هذي؟ يقعد ويخا كمان في وسط النساء؟ كيف دخلت انا دخلت مش انا دخلت؟ دخلت لك استاسمه كمال هنا؟ كمال ما عادش يقعد كمال عنده شهر من هناك كمان. وين حوايجي؟ ما حوايجي. شو حوايجي؟ بلوزاتي اللي كنت لابسها وكنت عامل شي. هاي 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 ايه اعطيني بلوزات على شو؟ اذا هي جا قعد شنو؟ بيغا في راسي بيغا في راسي خليتها شنو؟ بس الحجم شعري باش نسبك شعري جمله شنو شنو تو اجي اقعد خلي مالك شعرك شعرك شيح لي شعري هاي الشكاية شيح شيح لي شعري خل نخرج تحبش تعمل صبيغة؟ سلي عن النبي يا عيسو عملتها بقى بهيشي وسط نساء جملة هكا شبيته معاك ما لالويش انت شنو شنو باش لازمك شعري شمين انا مرا انت حبيت انا حبيت سلي عن النبي يا عيسو اختي شيح لي شعري خل نخرج تو شكون جاي لصاحبه انا ولا انت؟ لا هي باهية هذي انت جيت مش انا قلت لك اجي في بالي كمال لهنا انا ما عادش يخدم كمال هو سنين هلا الحجم هنا ايه كمال ما عادش يخدم وفاه يا عجبكش زاد سيح لي شعري عايش كده ليها شهر حجم تنسى مقبل رمضان في خل نخرج عايش كده دي حبيت شيح شعرك دقيق شنية هذه السيسم هذه شنية هذه نشيح لك بها شعرك بيش وين سي شوار سي علي سالف درجة بدها تعطيني حرة بتاع نسى ايه بيك سي حيلي ولا سي شوار كيف كيف وشنو مرة شعرها مبلول بيتي شيحة لاش عرفتك شيحة نشيح لك بلاي ليوليتي خرج هما يا جبكسي زادة يا عيشك يهديك رحم بوك سيح لي شعري شرق النقر او دقيقة شيحة شنو هي بدي لي كاسكة جملة تحت راس ولا سيسمها شيح شيح تيسع في درجة ذاك شيح شبتني انت هكا انت يا بدي شعري في شوار سيح كاسكة هكا شنية او ما عندي كليونت هكا عندي سيش اقعد اذا شيحولك في شوار بركة شيح اي شيح هيعمل يعني تعمل بنياج وخلاص دقيقة في الدرجة شيخ مش الحجم لاحق في شعري وليت تحت كاس كاس اي شيخ شعرك تحت كاس 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 شو بيك شي زين او شيخ في فعلك شو بيك اما هو اللون عملته له سلي عني بي يا شيخ بشي يفتح لك شعرك سلي عني بي يا شيخ يا شيخ شعرك بدي يفتح بدي يفتح حقه بدي يفتح يا شبيك شي زيادة كان مع عجبتك يهديك يا شيخ كان ما عجبكش عنا برودوي نجم نحيهولك راهو فما حاجة جينا انا للحانة رجال ولا حانة نساء عاد انت دخلت شفتنا يا اسمع كيف كان شنو شعر هذيا باهي هذيا باهي هذيا باهي هذيا قلت لها مسكتوا عاد عاد هذيا هكا حطوا وين البلاستيك باهي هذيا هذيا باهي باهي هذيا قلت لها مسكتوا شو بك شيخ تقبل يا غلول شنو هو؟ عملوا لي غلو ايه تعطيني رولو مش من رولوش من واحد انا مش من رولو يا عايز شو تسيح شايف المخرج اي كمل شايف هذا شايف ايه رولو لشبيني انا ما يوقف تسيح يا شبكش ايه شايف
يعطيني شي شوارد سي شعري مكسر عندي واحد مكسر كم شايب هذا يا جمكش زاد باهي قلت له مصطفى كم انا ادعم الحمير واعمل وحدك هو هو باهي يهديني باهي اعمل له ضواف وقلت له الحمير ما دام ليه سلي عني بيه عيسك انا عمل ضواف سلي عني بيه وتعطيك الكوبون شنو اش تعمل؟ عملت بواف يا شبيك ما دام ماشي حشارك يا اخذ طنط لي هبي ماشي ما كنت هي طنط قد ايش بكسي عايش هديك كان زي حشاري ونخرج انا حبوك وليش مطلوب؟ اي دقيقه تيسي دقيقه بان خطش قعد شوي في الكرسي قعد شوي قعد شي شي نحيلي هدي من راسي عايشي نحيلي هدي من راسي عايشي والله باهي هذه هذه عاد باهي خير من كل هذه خير من كل هذه افتح شعرك شويه اي مزيد مزيد يا شعر ولا يسخر اي يسخر ما حطيت لي منطور وكل فوق راسي عملت كلامين كلهم عندي في شعري زيد شويه تفتح شفت عم خير حشمت انت سيح لي شعري خلينا نخرج عايش انا خلي كمل يفتح ساعه حتى السبيغه تشد وبعد تصيبوك باهي هذه باهي مش نحجم ناحيتي وشعري ولد في حالة نساء جمله انت دخلت خير الاخير هذا ذي تحبش نحاب ترايف سكر سلي علي بي عايشك جاي نحجم في ناحيتي ولد سكر ولد ثروية شنو في استنساء دخلتني هيك في استبنات الله يهديك انت دخلت يا خي انا دخلت وين جمال اسمه جلال ولد الحجم يا اخي شبيله ولا نهار انا نجي شخاف في اللون زي شنو هو هذا؟ تحصل له ويش و احصل له عيسك يا هديك عيسك عيس اختي شنو هو شو تعمل؟ شنو هو هذا؟ شي رجعت لك السبيغة عاد شوية مشيت وقتها سلي عني بيه شنية انا حدث تسولي بالفريلة تقولي سبيغة ما سبيغة وهيش فلوه تعلم شنو من كيفك عشان شو يوم لا سبيغة انا كيفك اني مرحبا ناجم لا اسمه لا اسمه لا اسمه لا يا اسمه حاطط لي فارين على راسي كامل سبيغه فيه يا قدر ماهيش فارين شنو سبيغه هبط راسك هذه سبيغه باهي باهي عاد باهي عاد خير على خير يا اسمه شنو هي له يدو عملوا المانيكور سلي علي بيه عايشك ها خير على خير تكمل حمرني وكا وسلي علي بيه عايشك كادو من عندي باه ماكش باش تخلص امسح لي عيشك نحي لي ذي الساعة قبل ما تغسل لي شعري نحي لي ذي الساعة لا بالحق تو باش نخرج هكاك تو عاد باهي بعد النهار ثاني عيد يجيني نعملك لي غسيل تعملني لنجيك لا تجيني زيد ما لا تجيني زيد نهار ثاني عيد نقد لك لي غسيل باش ما يقعدلكش لون بلون شنو تو تو شنو سيح لي عيش اختي ساري ونحي لي واحد خلنا نخرج ما عايش شيء دخلت انا في بالي كمال هنا اسمه كمال كمال ما عايش يخدم هوني استني انا بيه بالحرام خليته لهنا شنو تقولي لي سهبلوني انا مسبيح ما حدش انا طلعني مريتنيش خالف ويا مريتكمش كمان حل حانوت لي بحذانا تحن عيطولك يا عجبك شنو برا نشيلو باهي نخرج له انت نخرج له هكا قدام العباد عايش اختي سخسر لي شعري عايش خلينا نخرج يتنحى فيسا هو راه نحيلي عايش هاني نحيلك نحيلي المونيكير هذا باهي طنحيولك استنى لكن مازال جينا حاجه في لاحيت وشعري ولد ملكي انت باهيش ما شفتناش كي دخلت شنو زيد شوي بشوي لباس تفضل لباس انت شنو انت تفضل لباس سمع عندك حاجه هذي قلت له مسكتوا دار لي فيك تعب اليوم شنو تعب اقعد اقعد شبيك يا شبيك لباس اي اقعد طنط فيها موقع شمش شنو حاجة ناحية وشعري ولا تشغلي في شعري؟ ساعة عملتي هكا؟ طب تبيه سلام تعرجيل تخسر ناش خفيت شعرك غسلني لك هكا؟ يا هوني هوني تنسيك غسلني وتغلط تغسلي في شعري تعملي بسبيخة قريب دايخ يا جميل يا جميل شنو حاجة؟ هوني بتاعك أفضل
اللي تاع مفيد بلا مرة حجام تاع مفيد يا حاسي سيدي عنا شهر من خديناها باهي شو توا اغزر هو اللون اللي عملتهولك اقعد نص ساعه اخرى بشويه ترى ويجي يقول لك حاجه انا رسام ما نجمش انسان يعدي عليا صبا شو يعدي ايش علي كمان كان بعضيه توا يعمل لي في شعري جيت ناقل سهل هوني مسكونة البلاد ولا انا مسكون مش عارف سامحوني اذا كان خلصت لا لبس عليك دخلت انت ردوا من الكليونيت علاش ترد فيهم الراجل كان يهاجمني توا كان يعمل لي واحد تحب تعمل لي صبيغه تعمل لي صبيغه تحب يتبدل شنو عملت لك انا صبيغه الله اكبر الله اكبر والله يا غيري بايب ما خطرتش على بالي سامحني سامحني يقعد توا خا نكمل في شنو الديونيت توا يحتمل فما بنيتي استنيه سامحني يحتمل انا تعمل اسبيغ هوني في انجلترا عجيب 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 ما عادش شعرك كيما كان كيما عادش شعرك ما عادش شعرك كيما كان ما عادش حتى قاعد تعطيني اللي تاخذ بيا ذاك نتاع البلاد هذا غريب انت وين حطيت يا هيك ما ديتهالك الدبوزه زيدا يا ولي تشنو ولا نحلك صبيغه من تاع انا صبيغه يا تتنحى باش ما يهبطش على وجهك برودوي قوي مليح بنتي راني راجل راني ربي خلقني راجل عايش اختي يبي ما تحب شعرك يا شنو مانيكير وصبيغه باش نحلك صبيغه تاع اختي انا بيجي شعر صغير
يوم عطوخة رجع الكراش كما كان هذا السيد بعد ما خرج ما كان يرجع كان مجهودات جبارة، ما كان يرجع كان بشق الأنفس، بعد ما قنعوه لازم يشيح شعره على الأقل قبل ما يخرج. هي تستنى. هي تعطيه منج، تعطيه منج. سامحني. كان قلت لك لا سامحني نعرف حجام الداخل نعرف حجام الرجال هنا. ما عادش قلنا لك ملي تقاتلي هو ما عادش حجام الرجال. قاعد بيه. دور أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كل خيام تجي تعمل لي كيف لا سامحني شو مانيكير وتليكير ومن هذي حكايات حجام نتاعي على شو معمل لا سامحني حجام رجال تخلى ما ريتنيش تخلى ما ريت حد ريت كمان وكا هو جالي نعرفها سي في لونتون مش شو كما كان في تابع راه فهمت اي في بالي بي عندي يمكن شهر ما قبلتوش انا كم كمال هذايا وجلال عنده برشا نعرفهم فهمتني اختي اما نعرف حجمات رزيل داخل العظيم نعرف انا حجمات حجام البرة في الشارع حتى الرخصة ما يعطوهاش الرخصة كيفاش انتوا تخرجوا من برا وبارسا فهم يخلي رجالنا قاسي لا 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 شو هذا مسكون صاحبنا خرج يجري في الشارع خلطوا عليه الاولاد وبسيدي وسيدك وبالكبابه والحبابه رجعوه قالوا صلي على النبي اغسل شعرك وشيحه ومش يروح لا فريمون دخلت هذا عليك اخويا شي غريب وعجيب يا كمال وسع بيت وسع بيت شنو هذا؟ لا لا وسع بيت لا هي عيالي اعطانا اليوم قصير ما هو عصابي عصابي لا لا غريب قصيرة هيك 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 يا الله